البعض بيحاول كالعادة ماشي على طول الخط تشكيك في بطولات النادي الأهلي، وبيدعي أسباب هو بنفسه عارف إنها أسباب وهمية ومش حقيقية، لكن الغريب إن هو بيتعرض لبعض المصطلحات أنا أتمنى من أي رياضي أو أي حد يطلع على الشاشة يعني ينأب نفسه من إن هو يتعرض للمصطلحات دي. نشوف الكابتن بشير التبعي في أحد القنوات الفضائية وهو بيتحدث عن فكرة التنافس مع النادي الأهلي اللي مش هيقدر حد يوصل لمكانة النادي الأهلي والأسباب اللي من وجهة نظره هو شايفها إيه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. لما الاهلي يعمل الحاجات دي كلها لازم برضو يشوفوا الشروط بتاعتهم هتمشي هناك ولا لا، يعني اختيار الحكام والدواعي الامنيه والحاجات دي برضو لازم برضو الحاجات تبقى مجهزه، يعني مش هينفع من غير الحاجات دي خالص. والاهلي بيختار حكام في افريقيا؟ في لا خلينا بس احنا بنتكلم، ما انا بتكلم وبرد اهو. ايوه احنا بنتكلم في بطولات، احنا بنتكلم في ارقام وفي امثله، مش مجرد احنا مش بنسترسل كلام بنضيع بيه وقت. خالص والله بنتكلم على نادي وصل دلوقتي لارقام محدش عملها. لا ما حدش يختلف على كده. المهم يعني مش نوع ان انا بنقول الارقام ان احنا نضايقك، لا خالص، لا احنا عايزين الزمالك. انت تضايقني بقول حاجه؟ لا لا لا، ما عشان كده انا بتكلم ليه. الراجل ده بنتكلم بالارقام. انا على فكره اتمنى ان الزمالك يبقى نفس ارقام الاهلي. لا مش هيحصل. اتمنى الاسماعيلي يخش يبقى فيه ارقام. اتمنى يبقى فيه فرق كتير يبقى فيه منافسه. مش هيحصل. لما الاول النادي الاهلي يلعب في الاسماعيلي ويلعب في المصري والدواعي الامنيه والحاجات دي كلها وما يقدرش ياجل اي ماتش ولا يتكلم على اي حاجه. طيب انتوا متخيلين قبل الفيديو ده بنتكلم عن النادي الاهلي اللي بيلعب بدون لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخب الاولمبي ويطلع بنغمه؟ انا شايف ان ما يصحش تخرج على الشاشات المصريه ان حد يشكك في نوايا الامن المصري اللي هو باكيد بيكون شايف ابعد من اي لاعب سابق ممكن يشوفه. فما ينفعش يا كابتن بشير التبعي تكون عاصرت النادي الاهلي وانت لاعب وشفت على ارض الواقع وعلى ارض الملعب ازاي النادي الاهلي بيتفوق على نادي الزمالك، سواء كان في فترات تفوق نادي الزمالك او فترات تفوق للنادي الاهلي، لكن حتى في فترات تفوق نادي الزمالك كان ليك وقائع مع مباريات القمه كانت صعبه. اعتقد كنت بتشوف ازاي النادي الاهلي في المدرجات جماهير النادي الاهلي هي اللي بتكسو المدرجات برغم ان انت كنت بتقول في افضليه لنادي الزمالك فنيه. النادي الاهلي تحقيق بطولاته يا كابتن بشير انت بالتاكيد عارف كويس قوي داخليا ان هي مجلس اداره محترم، جهاز فني محترم، جماهير بتدعم اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره. النادي الاهلي نجاحه عباره عن نجاح منظومه مش شخص فردي بيتحكم في القرارات او بيتحكم في مصير النادي او ان النادي الاهلي بيدخل ابنائه في قضايا يزعزعوا استقرار النادي الاهلي. فاعتقد انت خانك التوفيق تماما في التعبير عن اسباب فوز النادي الاهلي واسباب تفوق النادي الاهلي على منافسيه. اكتر منهج انا كون سعيد بيه كمشجع اهلاوي هو المنهج اللي بيتبعه كابتن بشير، عمره ما بيضرني لان ده المنهج اللي انت بتهرب بيه من اي حقيقه ممكن تساعد نفسك بيها وتعرف فين مشاكلك. كابتن بشير زي ناس كتير جدا قررت ان ما تعرفش فين مشاكلها وقررت ان تاخد اسهل شماعه تهرب بيها من واقعها، فيبقى النادي الاهلي اللي حقق بطولاته من 1907 واول ما بدا النشاط الرياضي وازاي النادي الاهلي كتب تاريخه، يبقى التاريخ ده كله ما كانش فيه فرصه للزمالك ان هو ينافس. ما احناش في موقع ان احنا نرد بكل الوقائع التاريخيه، ولكن سعيد جدا ان المنافس يكون عنده بعض الناس بتفكر بالعقليه دي. بس يا ريت كابتن بشير كان ثابت على ان الزمالك ما بيبقاش عنده فرصه ينافس. كابتن بشير نفسه كان عنده راي اخر في فترات توهج فيها نادي الزمالك، كان شايف ايه الاسباب. نطلع نشوف كابتن بشير قال ايه. يعني هجيب واحد في تاريخ نادي الزمالك احرز 6 بطولات في سنه واحده، يعني انت تعتبر الجيل الذهبي لنادي الزمالك. يعني بشير التبعي واحد من افراد الجيل الذهبي لنادي الزمالك اللي احرز 6 بطولات في سنه واحده. خدوا 3 دوري في 4 سنين. ازاي ده ما وصلتش برضه يتكرر تاني مع نادي الزمالك؟ ايه اللي كان متوفر لكم ساعتها؟ استقرار مجلس اداره. وكان فرقه الكوره دي مفصوله عن مجلس الاداره خالص، واي مشاكل خارجيه داخليه فرقه الكوره في حته ومجلس اداره في حته تاني. انا واحد من الناس وايه وعاوز اقول لهم كلمه، انا مفيش سنه عدت عليا من ساعه ما مضيت في نادي الزمالك ما خدتش بطوله. سواء كاس بقى او دوري، مفيش سنه عدت من غير بطوله عليا في نادي الزمالك. فجأة طلع كان كابتن بشير بيعيش لحظات مفيش سنة بتعدي عليه من غير بطولة، قال 3 دوري في 4 سنين. هو ده كان كابتن بشير اللي شاف ان السبب الاساسي كان الاستقرار.
طب يا كابتن بشير، الاستقرار ده جاء في الأساس في التسعينات بفضل تعيين الدكتور كمال درويش ليدير نادي الزمالك، وكان في حرص على استقرار النادي. هذا الاستقرار اختفى في فترة ما نتيجة أشياء داخلية تامة تتعلق بنادي الزمالك وتتعلق بأشياء تخص انتخاباته أو آراء الجمعية العمومية أو صراع بين متنافسين، شأن داخلي تام. إذن النادي الأهلي كان طول الوقت خارج المعادلة، ونجاحك أو عدم نجاحك مرتبط بيك أنت، لم يكن أبدا مرتبط بالنادي الأهلي. أتمنى يا كابتن بشير تحافظ على منهجك اللي بيخلي النادي الأهلي متفرد.